قدم حسن الظن على سوء الظن، ولك في ذلك قدوة الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، يوم أن جاءه رجل فقال له: يا حسن، أما سمعت فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، يذكره بسوء؟ فقال له الحسن البصري: عجبا، ألم يجد إبليس رسولا غيرك فيرسله لي؟ حمل سيدنا الحسن مقالة الرجل على حسن الظن، وهي التي فاز بها الصحابي أبو دجانة رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة، تهلل وجهه فرحا واستبشارا، فقالوا له: بماذا تهلل وجهك وهو في مرض الوفاة؟ قال لهم: لأنني سألقى الله عز وجل وعندي خصلتين، الخصلة الأولى لم أتدخل في أمر لا يعنيني، والخصلة الثانية ألقى الله عز وجل وقلبي سليم على المسلمين.